شو بتحبي تقولي لي بهالمناسبة السعيدة؟ طيب ميرسي. وصلي حماتي ماما حبيبة قلبي انا بعمل حسابك ثالث يوم ربع يوم عندي بالبيت بدنا نفتح لايف مع بعض في رمضان. بدنا ايه نفتح لايف وبفتيك مفروم على بيضة نية. حاضر بيعشق البفتيك اللي انا بعمله في البيت. ايه وهذيك شو اسمها اللحمة كلاش بلحمة كلاش ايه وفي اللحمة التاني بس لحمة اه كباب حلة. هو على فكرة بيجي عندي في رمضان مش عشان يقعد معايا في رمضان, بيجي عندي عشان ياكل ويروح. بس بعرفين اهو بقعد باكل وبنام ما بقدر اتحرك. على التلفزيون يفضل قاعد لغايه السحوري ما تسوي يتسحر وبعدين يقول لي بكره بقى. انا مش هقول لك بعد شوي حس راح اصير مليون على الانستغرام. وين بتعملي لي انفولو؟ لا تعملي لي انفولو, لا انفولو بينقص واحد. واشوف مين عامل لك فولو بسرعه ادخل ابعت لهم مسج تشيل الفولو بسرعه. 1 مليون سون مبروك يا روحي, تستاهل يا حبيبي حياتي.